معانا الاستاذ ماهر. ايوه، السلام عليكم فضيله وعليكم الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ماهر. انا والله الحقيقه فخور بك وبشبهك صراحه بسيدنا الشيخ متولي ان شاء الله، محمد متولي يا الله الامام يا الله الشيخ الشعراوي. الشيخ متولي يا الشعراوي ان شاء الله. استاذ ماهر الشيخ الشعراوي ايوه ذكره إن شاء يا الله. مولانا ذكره يا مولانا يجعل الناس يحصل لها هدوء غريب. هو عنده سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا بس مع الصالحين، وانا شاكر لحضرتك ده يا رب، اجعلني خيرا مما يظنون يا رب ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا استاذ ماهر. هذه الدرجه شوف سيادتك، انا اصلا من الارياف القليوبيه ومقيم في القاهره. نعم. ومتعود في شهر رمضان ما تيسر لي ربنا سبحانه وتعالى اخرج زكاه مالي. واهل قريتي صراحه وعائلتي، ودايما يعني اما كنت بصحتي وبنزل في وسطهم في رمضان وكده، فبيفرحوا وبفرح معاهم. فدلوقتي انا مريض وقعيد، مش قادر يعني امشي على رجلي زي الاول. هل لو انا حطيت مال الزكاه في الجمعيات اللي بتطلع في التلفزيون كده، وبعدين هم مثلا يعني لسه شوف على رمضان شهر ولا شهرين اهو، وهم يقولوا لي عاوزين نشوفك في رمضان، فانا دلوقتي في حيره في امري اتصرف ازاي، وانا قلبي بيميل الى اني اسعدهم، وبعدين في نفس الوقت ربما بعض الناس انا امن بالايه الكريمه وانت تعلم نصها، ينفقون في السر وفي العلن. فانا الحمد لله نفسي اميل، ولو اني اجيب عربيه وينيمينوا فيها كده واروح، او ان انا ادي الفلوس دي لحد يوزعها في قريتي بناء على كده، او ايه التصرف الامثل من سيادتك؟ هقول لحضرتك عده حلول يا حاج ماهر، وانا بدعي لحضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك ما بين تمام الاجر وتمام العافيه. وانا والله مش عارف، صوت حضرتك في حاجه غريبه كده، انا شعرت بمزيد من الراحه ومزيد من الطمانينه. انا هقول لك حلول. اول حاجه يا استاذ ماهر، اللي انت هتعمله دوت مهما عملته، حتى لو حطيته في الجمعيات، حتى لو حطيته في المؤسسات اللي بتجمع الزكوات وبتوزعها في مصاريفها، هيحصل لك الثواب وكانك معافى وكانك بصحتك وبتوزعها على الناس. ده اول مقترح اللي حضرتك اتكلمت عليه. انما في مقترح تاني ممكن نستعمل فيه السوشيال ميديا بقى، يعني نستعملها بقى مره في الطاعه، ان الفلوس دي تروح وانت تتواصل مع الناس وانت في مكانك، من غير ما تقول اللي انت تركب الكلام ده، توصل الناس وتكلم الناس وتشوف فرحتهم بعينيك، وان شاء الله ده يدخل السرور على قلبك. ده ممكن ان شاء الله. او ان الناس لسبب من اسباب يقولك، وده ما فيهوش مانع ان انت لو صحتك تساعدك وممكن ان هم يزوروك، ما فيهاش حاجه، ودوت مش هينقص من سبب. عندنا حلول كتيره، وان شاء الله ربنا يبارك لك، وان شاء الله يجعل ده كله في ميزان حسناتك ويرفع قدرك ان شاء الله، وده كمان يكون سبب من اسباب الشفاء لحضرتك وتمام العافيه عليك.